السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير، صباحكم معطر بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله من هنا من المنطقة المركزية الشمالية للمسجد النبوي الشريف، وهذه منطقة الفنادق، كلنا نعرف هذه المنطقة. نحن الآن بحدود ما بين الصف الثالث والرابع من المسجد النبوي الشريف. أنا صراحة كثير من التعليقات تجيني أنه نبغى تغطية لفندق من الصف الثالث والرابع، احنا دائما تركيزنا منصب حول الفنادق اللي هي في الجهة اللي هي جهة الصف الأول، لكن الفنادق اللي في الصف الثالث والرابع عادة تكون دائما فل، فأنا كل ما أجي أصورها أحصل أنه في ازدحام، فيقولوا لي لا تعالنا بعد العصر، وأنا بعد العصر صراحة يعني ما أستطيع. عموما إن شاء الله نحاول في قدر المستطاع في قادم الأيام أنه نصور لكم أحد فنادق الصف الثالث والرابع بإذن الله تعالى. اليوم تغطيتنا عن هذا المكان، شايفين هذا المكان الكبير، هذا المكان الكبير فيما أظن اللي فهمته أنا أنه يضم ثلاث فنادق، فنحن ما حنصور الفندق نفسه لكن حنصور لكم المجمعات أو المحلات التجارية اللي في هذا التجمع. ما شاء الله يعني محلات تجارية جميلة ويحتاجها الزوار بشكل كبير. يعني أهم الأشياء اللي موجودة في هذا المكان اللي هو مكتب صرافة، صرافة عملات. فالآن أنا بأخذكم جولة حول هذا الفندق ونوريكم المحلات، أبرز المحلات. خلينا نبدأ من هذه الزاوية وندخل. طبعا هذا فندق الشام الإقليمي أو ما أدري إيش اسمه، الخطوط ما هي واضحة، عموما اسمه فندق الشام، هذا الفندق فندق الشام. فأنا بدخل من هذه الدخلة، خلي بس يعدي الباص هذا. أظنكم شفتوا الأسماء، اسمه النخبة رويال إن، وعندنا النزل رويال تقريبا، الاسم الثالث نسيت إيش هو، موجود عندنا هنا في الصورة، أيوة نزل المنورة، وعندنا نزل رويال والنخبة رويال. تمام، الآن حندخل من هذا المكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، صار في ازدحام في المدينة المنورة بعد الحمد لله، يعني عادت الحياة نوعا ما لسابق عهدها. نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا هذه النعمة وأن يزول عنا وباء كورونا عاجلا غير آجل. شوفوا عندنا هنا في سوبر ماركت صغيرة جميلة ما شاء الله. طيب ندخل الآن هذا الفندق اللي نحن الآن حنصوره، هذا من ضمن فنادق الصف الثالث. عندنا الصف الأول اللي هو زي واجهة الطيبة، الصف الثاني عندنا زي فرنتيل الحارثية وغيره، وأيضا هوليدي إن مثلا، هذه كلها من الصف الثاني، والصف الثالث اللي الآن نحن جالسين نصور. طيب عندنا هنا ما شاء الله هذا المحل، محل ملابس ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لهم. وهنا أيضا ملابس جاهزة، الله يبارك للجميع. مثل ما ذكرنا لكم هذا من ضمن الفنادق، فنادق الصف الثاني. وهنا عندنا محلات تجارية عديدة. أنا عشان كذا أنا عجبني هذا المجمع، فقلت يعني أنور الناس فيه، اللي حابب مثلا يجي ياخذ هدايا، عنده هنا محل هدايا ما شاء الله، ساعات شنط سبح عطور ألعاب وغيره. هنا ما شاء الله عندنا أيضا محل ملابس وغيره، فمكان جميل. باب الملك فهد في هذه الجهات ما شاء الله. وهنا محل ملابس أيضا ما شاء الله من إندونيسيا. وهنا عندنا محل ذهب، وهنا الفندق، فندق نزل رويال. أظن في أحد الفنادق من ضمن الفنادق الثلاثة أظنه مغلق، أظن هذا مو ذهب، هذا يعني إكسسوارات ما شاء الله، الله يبارك له يا سلام. طيب هنا عندنا أيوة هذا الذهب والألماس والفضة. طيب قبل ما أكمل طريقي خلينا أول شيء نصور لكم من هنا ما شاء الله، شوف إيش المحلات الموجودة هنا. هنا في تمور، مكسرات، حلويات ما شاء الله، أيضا محل جميل.
وهنا عندنا محل ملابس. في بعض المحلات يعني مغلقة. وهذا الفندق الثاني فندق النخبة رويال. وهنا عندنا تمور الروضة المباركة. طبعا أنا جالس أصور هذه المنطقة لأنه في بعض الناس مثلا يستأجر في المناطق الغربية خلينا نقول، أو المناطق مثلا الجنوبية، يعني هذه المناطق ربما ما يجوا عليها، ما يعرفوا أنه في مثلا أماكن يعني فيها محلات تجارية. مثلا عندنا هذا المحل أيضا محل هدايا الكترونيات تحف يعني من هذا القبيل. هنا عندنا أيضا مكسرات حلويات تمور وغيرها الأشياء الجميلة الطيبة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك لهم. طيب وهنا عندنا في هذه الجهة عندنا محل ملابس أيضا، والأسعار يعني نوعا ما مقبولة، ترى الأسعار في هذه الجهة جدا طيبة، وهذه ما هي بدعاية لهم يعني لأنه ما يعرفون مثلا أني أصور أو شيء، لكن في بعض الأشياء يعني ما أقول أنه كل الأشياء أسعارها مقبولة، في بعض الأشياء أكيد سعرها مرتفع، خصوصا لأنه هذه المحلات اللي في هذه الجهة أسعارها غالية يعني، أو يعني استئجارها غالي جدا. هنا يعني محل قماش ما شاء الله. نروح الآن إلى هذه الجهات. يهمنا يمكن أكثر شيء أو يهم الزوار من هذه المنطقة أكثر شيء اللي هو محل الصرافة، وأنا صراحة هذا المحل يعني في هذه الجهة أيام أستعين فيه، في فترات ربما أغلب محلات الصرافة مغلقة. ما شاء الله محل فضة، وهنا محل ذهب ما شاء الله. السلام عليكم. والذهب الآن مرتفع، الله المستعان. الحرب الروسية الأوكرانية هذه خربت على بعض الناس ويسرت على بعض الناس، يعني اللي محتفظ بذهب من زمن فما شاء الله حيستفيد الشيء الكثير، لأنه الارتفاع يوميا يعني قاعد يصير في ارتفاع، وهذا الارتفاع في فارق اللي عنده مثلا ذهب بكميات. هذا هو محل الصرافة اللي أنا أتكلم عنه. تمام، ناخذ له كده صورة، اخذنا له صورة على اساس نضعها صورة. ايوه هنا عندنا ما شاء الله محل جوهرات جيمة ما شاء الله. السلام عليكم، شايفين ما شاء الله. وهنا عندنا ايضا عبايات ما شاء الله، الله يبارك. ملابس جاهزة، خلص هو هذا مقطعنا، انتهينا من تصوير هذا المقطع، هذا المجمع الجميل حبينا انه بس ننوركم فيه. اللي جاي على المدينة ما يعرف هذا المكان، خلص مجرد انه يكتب مثلا فندق هيليتون، او يعني هيليتون اتوقع جدا معروف، فاذا جيت انت عند فندق هيليتون وجاي على طريق الملك فهد خلص هذا الفندق موجود في هذا المكان. تمام، عشان توضح الصورة ايضا نصور لكم من هذه الجهات. وهذه المنطقة يعني زي ما شايفين فيها اعادة تغيير واعادة تطوير، ان شاء الله قريبا حتكون بابهى حلة باذن الله تعالى. هذا هو المسجد النبوي الشريف، باب الملك فهد، باب رقم تقريبا 22، هذا هو باب رقم 22. وهنا مصليات النساء، وهنا عندنا في مصليات نساء وفنادق الصف الأول كلها أمامكم مباشرة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا هو المجمع اللي تكلمنا عنه، حتى في عندنا الصيدلية، ما أدري نحن ما صورناها كان، لكن هذه صيدلية النهدي، يعني ما شاء الله مجمع متكامل تبارك الرحمن. قريبا إن شاء الله انتظرونا في تغطية لأحد فنادق الصف الثالث أو الرابع بإذن الله تعالى. تكلمنا مع أحد المسؤولين عن المكاتب، مكاتب الحجوزات، فإن شاء الله حينسقنا مع فندق على أساس أنه نصور بإذن الله تعالى من داخل الفندق، ويعطينا أسعار شهر رمضان وأسعار الأسبوع القادم، لأن الأسبوع القادم عندنا في المملكة في عندنا إجازة، فالمقطع القادم أو المقطع اللي حيكون في
هذه الجهة حيكون مفيد للمقيمين داخل المملكة، يعني سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وأيضا لمن هم خارج المملكة اللي جاي زيارة في شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان، قريبا عاجلا إن شاء الله. باقي لشهر رمضان خلاص، يعني تقريبا بدأ العد التنازلي 24 يوم أو 23 يوم، فنسأل الله أن يتقبل منا شهر رمضان وأن يجمعنا وإياكم ومن نحب في دار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة، وإن شاء الله نرى الجميع ونسلم على الجميع بإذن الله، كل من وعدناهم بإذن الله نلبي طلبهم، ونسأل الله التوفيق للجميع والحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم أذكر أنه الآن الدخول للمسجد النبوي الشريف لا يحتاج إلى تطبيق توكلنا، الآن أصبح الدخول بدون يعني الحاجة لإثبات أنك محصن، حتى وإن كنت غير محصن تدخل إلى المسجد النبوي الشريف، والدخول فقط لخمس سنوات فما فوق، أقل من خمس سنوات لا يسمح له بالدخول. وفق الله الجميع، السلام عليكم ورحمة الله.